بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم بإذن الرحمن سيكون هو درس التمني. سنتوقف عند المحاور الآتية: أول، تعريف التمني، ثانيا أدواته، ثم الفرق بين التمني والترجي. سنبدأ أولا بأمثلة الانطلاق. يقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. المثال الثاني: فليت الليل فيه كان شهرا ومر نهاره مر السحاب. أما المثال الثالث فهو قول الله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. سورة القصص الآية 79. المثال الموالي قال تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. سورة الأعراف الآية 53. المثال الموالي قوله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. سورة غافر الآية 36. المثال الموالي قوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. سورة الشعراء الآية 102. آخر مثال: عسى أن تمطر السماء. سنعود إلى المثال الأول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. انطلاقا من المثال يتبين لنا أن الشاعر قد وصل مرحلة المشيب، لكنه يرغب في عودة الشباب، وبالتالي فالشباب هي فترة عمرية يتمنى الجميع لو ظل شابا، لكن الأمر لا يمكن أن يتحقق خاصة إذا وصل الإنسان مرحلة المشيب. وبذلك نقول أن الشاعر يتمنى حصول شيء محبوب، لكن هذا الشيء المحبوب هو شيء مستحيل لا يمكن أن يتحقق. أما قول الشاعر: فليت الليل فيه كان شهرا، إذا نظرنا إلى المثال نجد أن الشاعر يريد أن يصبح الليل بمثابة الشهر، وهو شيء أيضا مستحيل لا يمكن أن يتحقق، لأن الليل فترة زمنية محددة لا يمكن أن تتحول إلى مدة الشهر. وبذلك انطلاقا من المثالين الأول والثاني يتبين لنا أن الشاعر يرغب في حصول شيء محبوب، لكن هذا الشيء هو شيء مستحيل. أما قوله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فمعلوم أن قارون عرف بكثرة المال والغنى، وهو شيء لم يصل إليه الكثير من الناس لأنه شيء مستبعد. انطلاقا من المثال الأول والثاني والثالث يتبين لنا أن المتكلم دائما يرغب في حصول شيء محبوب إلى قلبه، لكن هذا الشيء في المثالين الأول والثاني هو شيء مستحيل، أما في المثال الثالث فهو شيء مستبعد، مطموع في نيله لكنه هو شيء مستبعد. إذا تأملنا الأمثلة نجد أداة تتكرر في كل من المثال الأول والثاني والثالث، هذه الأداة هي أداة ليت، وبالتالي يتبين لنا أن الأداة التي تعبر عن أسلوب التمني هي أداة ليت. وبذلك نقول كتعريف للتمني: التمني هو أسلوب إنشائي طلبي، لأن هناك طلب وهو طلب أمر محبوب، ما يتمناه الشخص هو دائما شيء إيجابي، هو أمر محبوب لا يرجى حصوله. هذا هو الفرق في التمني، أنه شيء لا يرجى حصوله لسببين اثنين: إما لكونه مستحيل، وإما لكونه غير مطموع في نيله. فنقسم بذلك التمني إلى دلالتين: الأولى مستحيل لا يرجى حصوله مثل ما رأينا في المثال الأول والثاني،
عودة الشباب أو تحويل زمن الليل إلى الشهر أو أنه مستبعد. يمكن أن يتحقق بعيد المنال لكنه يصبح كالمستحيل، مثل ما رأينا في قوله تعالى: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وانطلاقا من الأمثلة تبين لنا أن أداة التمني هي ليت، فنقول بالنسبة للأدوات أن هناك أداة أصلية وهي ليت. وبالتالي نطرح سؤال: هل يمكن أن يتحقق التمني بأدوات أخرى؟ فيكون الجواب هو نعم. فنقول أن هناك أدوات أخرى يمكن أن نعبر عنها أو يمكن أن تعبر عن أسلوب التمني، مثل قوله تعالى: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. يتبين في المثال أداة كتبت بلون مغاير وهي أداة هل، ومعلوم أن هل قد رأيتموها في أسلوب الاستفهام، لكن تستعمل أيضا للتعبير عن أسلوب التمني. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، لأن المتكلم هنا لا يسأل عن شفعاء وإنما يتمنى لو أن كان هناك من يشفع له. فنقول أن الأداة الموالية هل. بعد أداة هل سنستخلص أداة أخرى من المثال الموالي. قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الأداة التي جاءت في المثال هي أداة لعل، فأراد فرعون لو أن هامان قد بنى له صرحا. في المثال الموالي قوله تعالى: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الأداة التي تعبر عن التمني في الأسلوب الموالي هي لو. وبذلك نقول أن التمني يأتي بأداة أصلية هي ليت، وقد يأتي بأدوات أخرى مثل هل، لعل، ولو. لكن هناك فرق، تستخدم هذه الأدوات هل ولعل ولو لأغراض بلاغية. فما المقصود بذلك؟ عندما قلنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، نحس وكأن الأمر يمكن أن يتحقق، فنجعل هذا الأمر المتمنى في صيغة الممكن التحقق. أما في قوله لعلي أبلغ الأسباب فنحس كذلك أن الأمر يمكن أن يتحقق. أما في قولنا فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، هل يمكن للإنسان أن يعود إلى الحياة مرة أخرى حتى يؤمن؟ فهو أمر مستحيل. لذلك لو جعلت الشيء المتمنى أمرا مستحيلا. إذن فأدوات التمني قلنا أداة أصلية هي ليت، وقد تستخدم أدوات أخرى لأغراض بلاغية. الأداتين الأولى هي هل ولعل، إبراز المتمنى المستحيل وإظهاره في صورة الممكن القريب الحصول، مثل حصول الشفاعة أو بناء الصرح. أما لو فهي إظهار المتمنى في صورة الممنوع. سننتقل بعد هذا إلى توضيح الفرق بين التمني والترجي، وذلك انطلاقا من آخر مثال: عسى أن تمطر السماء. قولنا عسى أن تمطر السماء هو شيء يمكن أن يتحقق وليس أمرا مستحيلا. وبذلك إذا أمكن أن تتحقق هذه الرغبة أو هذه الأمنية سمينا الأمر ترجيا وليس تمنيا، لأن التمني هو طلب أمر مستحيل التحقق كما رأينا، إما أنه مستحيل أو مستبعد. أما الترجي فهو طلب أمر ممكن التحقق كأن تمطر السماء، ويؤدى بأداتي لعل وعسى، مثل مثال عسى أن تمطر السماء. وقد تستعمل ليت. ليت في الأصل هي أداة من أدوات التمني، لكن قد نستخدمها في أسلوب الترجي لغرض
بلاغي، وهو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في بعد نيله، بمعنى هذا الشيء الذي نرجوه يمكن أن يتحقق لكنه نجعله في صورة المستحيل.